السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نزلت فيديوهات تقريبا ثلاثة نزلت عندنا فيديوهات على اليوتيوب، وفيديو إن شاء الله راح ينزل أيضا على الاي دبليو سي اف، أو هذا خليه فيديو بوحده نسويه. راح نكمل سلسلة الاي دبليو سي اف ليفل 1. كملنا الاي دبليو سي اف ليفل 1 شهاده الدبليو او سي ار ام، زين، اللي هي يعني تعتبر اويرنس، سيتويشنال اويرنس. فان شاء الله راح تكون هذه الفيديوهات مجدوله بالتتابع، يعني عندنا اليوم ينزل فيديو وباكر وعقبه، هذني ثلاث فيديوهات كملناهن حتى الامتحان النهائي اختبارته. وراح ينزل عندنا فيديوهات نكمل سلسلة الفيديوهات الـ IWCF Level 1، لأن هي الشابترات مالتها أعتقد 6 أو 8، أعتقد 8. زين، راح يكون عندنا 8 هي هاي البروجرام الخاص بالـ IWCF Level 1، كملها. واعتقد اكو امور، احنا طبعا واصلين بالليفل 1، واصلين الى الشابتر 3 ونكمل عليه ان شاء الله. واكو نزلت اكو بروجرام اللي هو الديسيجن ميكينج، اللي هو ايضا دبليو او سي ار ام، بس شلون تتخذ القرار، يعني شلون تتخذ القرار الصحيح. فهواي امور تستفادون من عندها، لانه الاي دبليو سي اف هي مو فقط انه انت السيطر على الابار، وانما هم متدخلين، يعني منظمه اي دبليو سي اف متدخلين شلون يكون عندك حس بالمسؤوليه، شلون تتخذ القرار. انا افضل انه شخص، يعني الاشخاص اللي خذوا الاي دبليو سي اف ليفل 3 4 حتى 2، انه لازم ياخذون الليفل 1 وياخذون كل البروجرامز اللي موجوده بالاي دبليو سي اف ليفل 1، وهي كلها مجانيه، وعلى وقت فراغك تحاول قدر الامكان انه تطلع عليها وتستفاد من عندها. فاللي افضله انه تطلعون على الاي دبليو سي اف ليفل 1 وكل البروجرامز اللي موجوده. زين، فخلي ادور الكاميرا على مود. هذه طبعا اللي عندي مجدوله هاي الفيديوهات ان شاء الله على اليوتيوب، ان شاء الله راح تكون جاهزة يوم بعد يوم ان شاء الله، تستفادون من عندها وتحققون النجاح على البرامج الخاصة بالـ IWCF Level 1. مستمرين بطرح هذه الفيديوهات ان شاء الله، ونحاول قدر الامكان انه اذا اكو فد مشاكل بفهم اللغه بالنسبه للبروجرامز الخاص بالاي دبليو سي اف ليفل 1 نحاول انه نفيدكم به. ويعني حتى الامتحان انا دخلته بالفيديو حتى تشوفون شلون تجاوبون وبراحتكم، يعني الفيديو تقدر تعيده اكثر من مره. زين، فحاولت قدر الامكان ابسط الموضوع وافيدكم به. فلهنا ان شاء الله اذا اكو تحديث جديد فحاول قدر الامكان انطيكم معلومه. تحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى.